في سنة 26. 26 دي تبقى ايه؟ تبقى النبي سافر المدينة في 23 في الهجرة، يبقى السنة الثالثة من الهجرة. انتظر سنتين، بقينا سنة 28، بعت له واحد اسمه دحية بن خليفة الكلبي. ودحية ده كان جميل، وكان لما سيدنا جبريل يجي في صورة دحية ده هو زي القمر. دخل علينا رجل شديد وبياض الثياب، شديد وسواد الشعر، لا يعرفه أحد منا وليس عليه أثر السفر. كله ده إيه؟ دحية الكلبية. أقرب ما يكون لدحية الكلبية. دحية الكلبية كان سفير في الخارجية عند سيدنا رسول الله. راح لهرقل، فهرقل مسك الحاجات دي، هي لسه أبو سفيان ما أسلمش. وبعدين أبو سفيان هرقل سأله شوية أسئلة، ولما سأله شوية أسئلة عايز يعمل أي حاجة، فراح قال له أنا أقول لك يا سعادة القيصر، الراجل ده كذاب محمد ده، لأنه بيقول إنه طلع من عندنا لهنا وراح عرج إلى السماء ورجع في نفس ذات الليلة قبل الصبح. فالبطريق رئيس إيليا قال أنا علمتها تلك الليلة. أيوة. قال له هرقل علمتها إزاي؟ قال له أنا كنت بقفل الأبواب، ففي باب ما تقفلش في الأقصى، في بيت المقدس، نعم، في الحرم المقدس ده ليه سور، لكن مفيش حاجة مبنية على موريا زي ما هي مبنية دلوقتي حاجات كتير، نعم، ولكن أنا في الليلة دي قفلت الأبواب. وبعد ما قفلت الأبواب لقيت باب معصلك، جبت كل أعواني منفعش، جبت النجاجرة النجارين يعني. أي. فقالوا لا ده الصبح بقى ما نعرفش نعمل حاجة فيه دلوقتي. فالليلة دي أنا شعرت بحاجة غريبة فيها من السكينة ومن كذا إلى آخره، فقلت إن أحدا قد صلى هنا على موريا، نعم، ان احدا قد صلى هنا. وخلاص وراحت، لانه حال حصل له الراجل البطريق ده وما قدرش ان هو يفهم هو ايه. الكلام ده موجود في كتاب لابي نعيم الاصبهاني اسمه دلائل النبوة، وهو يروي قصة ابي سفيان ويروي ان احدا من الناس شاهد هذه الليلة بتلك الطريقة الى اخره. انا عندي عايز اجمع الروايات، اجمع دي واجمع دي واجمع دي واجمع دي، هيطلع في النهاية انه لا، انه البيت المسجد الحرام هو مكة، هو البيت الحرام، وهو انه البيت المقدس هو القدس، وهو كذا، وانه ما كانش فيها مباني ساعتها. مين اللي قال فيها؟ سيدنا الشيخ عبد العزيز الخياط، كان وزير الاوقاف الاردنية، نعم، والف رسالة صغيرة في انه ما كانش فيها مباني ساعتها. فجات المشركين وهم بيناطوا النبي، بيناطوه يعني بيجادلوه يعني بالباطل، قالوا له طب صف لنا بيت المقدس. هو اسمه هناك إيليا، نعم، واسمه عندهم الشايع في وسطهم بيت المقدس، هو اسمه كده إيليا، هي بيت المقدس. قال فأرتج علي، يعني خفت، لأن أنا ما شفتش، يعني أنا كنت مشغول بالصلاة ومشغول بالإمامة وما شفتش التفاصيل كويس يعني. فرفعه لي جبريل. معجزة تانية، إذا كان راح إسراء ومعراج المعجزات. فبدأ يصفه. إذن المسجد يصف إيه بقى؟ نعم، بيصف السور، نعم، والأبواب، نعم، لم يكن هناك مسجد بمعنى المسجد الذي يمكن أن يأتي. فيه مسجد أصلا، مفيش مسجد، لأنه بيت الرب تهدم. إحنا دلوقتي في 600 وشوية.